جمال فياض اكتسب ثقة كبار النجوم وأصبح واحداً من أهم الصحفيين الفنيين في العالم العربي. الاستسلام بيهد الراس، الواحد بده يكافح. محمود بيطار يترقب أعماله مئات الآلاف من المتابعين. محتفظة لسه بكتير ذكريات عم طالع عن الشام. على مدى أسابيع، المئات من بينكم شاركوا في أول مسابقة تلفزيونية خاصة بمواهب مواقع التواصل الاجتماعي نجوم بلا حدود. المنافسة شملت 10 فئات ولم تكن سهلة أبداً، لأن المطلوب لم يكن أن تصوروا وتحملوا فيديو قصير عبر الفيسبوك أو تويتر أو إنستغرام فحسب، إنما أن تحصلوا على تفاعل كبير من أصدقائكم ومتابعيكم ومن كل الناس بعد الحملة المكثفة التي قام بها تلفزيون الآن للترويج للمسابقة. من مختلف الدول العربية شاركتم، وكان من بينكم عرب مقيمون في دول عدة في العالم. وبعد التصفيات 10 مشتركين فقط تأهلوا للمرحلة النهائية من نجوم بلا حدود، التي ستجمعهم تحت سقف واحد في بيروت، حيث سيخوضون منافسة حامية تنتهي بفوز شخص واحد باللقب ليصبح نجماً تلفزيونياً. كل أسبوع سيكون على المشتركين تحضير فيديو جديد ضمن شروط محددة، والحكم سيكون لكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولجنة التحكيم التي تضم 3 من مشاهير العالم العربي. وقبل أن تنطلق المرحلة النهائية من برنامج نجوم بلا حدود، نعرفكم هذا الأسبوع على المشتركين 10 وعلى المستشارين 10 الذين سيواكبون كل من مكان إقامته مسيرة المشتركين في البرنامج، وسيزودونهم بنصائح مفيدة لإنجاز الفيديوهات المطلوبة منهم بأفضل شكل ممكن وبأحسن مضمون أيضاً. أنا فيد عوض، فلسطينية خلقانة بمخيم خان الشيح بسوريا، مشتركة عن فئة شعر. درست راديوغرافي، حالياً عم بشتغل بمشفى نور شوبينج بالسويد. على عمر 12-13 سنة تركنا الشام وطلعنا على أوسلو النرويج، بس لما خلصت الدراسة كان صعب شوي إني لاقي شغل، قررت بطلع السويد. رغم صعوبة التنقل اللي مريت فيها، كان الشعر هو دايماً رفيقي، هو اللي بيساعدني إني أطلع كل شيء جواتي. كلنا خسرنا بالحرب اللي صارت بسوريا، وصعبة، يمكن صعبة أكثر على اللي طلعوا منهم. أنا محتفظة لسه بكتير ذكريات عم طالع عن الشام. الشعر هو اللي ساعدني، وإذا ما كتبت بصير مثل ضغط بريس. التلفزيون الآن قدم لي فرصة كتير كبيرة حتفيدني كتير، بيقربني أكثر من الجمهور العربي ومن جذوري العربية. جمال فياض مستشار المشترك عن فئة الشعر. دكتور جمال فياض إعلامي لبناني له باع طويل في مجال الصحافة الفنية والبرامج الحوارية والنقدية. حافظ خلال مسيرته المهنية الطويلة على نزاهته وجرأته وموضوعيته، وتميز بانتقاداته الراقية والبناءة بعيداً عن التجريح، فاكتسب ثقة كبار النجوم وأصبح واحداً من أهم الصحفيين الفنيين في العالم العربي. بعتقد الهاوي دايماً لما بيشارك ببرنامج لحتى ينجح، أهم شيء يركز على أنه ما يشبع من الاطلاع ومن المعلومة، وبأنه دايماً ينمي موهبته بالمعرفة والعلم لصقلة أكثر، بالتدريب أكثر إذا كان بيغني، بكتابة الشعر. على فكرة عشرات ومئات الشعراء الكبار كتبوا كتير ورموا كتير قصايد قبل ما يبلشوا ينشروا للناس، لأنه دايماً الخبرة هي اللي بتخلي الواحد يصير يعطي عمل حلو.
حصل فياض على شهادته الجامعية عام 1983 من كلية الإعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية، وعمل في بداية مسيرته المهنية لسنتين في الإذاعة اللبنانية كمذيع مقدم ومعد برامج إذاعية. وخلال تواجده في فرنسا للحصول على الدكتوراه في الإعلام، أرسل للإذاعة تحقيقات صوتية تضمنت مقابلات مع كبار السياسيين والفنانين العرب، ومن ضمنهم الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب الذي كان وقتها قليل الإطلالات الإعلامية. ولفياض تجربة واسعة في التلفزيون أيضاً، إذ شارك كمعد أو مشرف أو مقدم في عدد كبير من البرامج الفنية والاجتماعية، وله أيضاً تجارب شعرية فضلاً عن كونه من هواة قراءة الشعر العربي. عندي تجارب كتير بكتابة الشعر، طبعاً نشرت بعضها، لكن الشغلة الحلوة اللي بحب أحكيها أنه عشرات الأغاني اللي بغنوها كبار المطربين كان إلي يد بتعديل بعض كلماتها أو كتابة بعض مقاطعها، لدرجة أنه مرة احتاج الفنان رغب علامي كوبليه بأغنية كاملة كتبت له إياها على التليفون وأضافه، اللي هي أغنية رحال، كوبليه الأخير أنا كاتبه هيدا. جمال فياض ناشط جداً على جبهة مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً على تويتر، حيث لديه مئات الألاف من المتابعين، ويغرد بكثافة عن مختلف الشؤون السياسية والاجتماعية والفنية. ولا يتردد فياض في نشر فيديوهات متعددة المواضيع على مختلف صفحاته على السوشيال ميديا. شارك ببرنامج نجوم بلا حدود كمستشار عن فئة الشعر لدعم الهواة وحصولهم على المراتب الأولى، وأيضاً لدعم مركز سرطان الأطفال، لأنه هذا المركز بعتقد كتار من اللي عم يشوفونا والمشاركين بأيدوني وبيشدوا على إيدي أنه فعلاً هذا المركز يستحق منا كل الدعم الممكن، مش بس ببرنامج أو بغير برنامج، على أمل أنه يجي يوم ويصير مرض السرطان شيء من الماضي ومن ذكريات التاريخ البشرية، ما يعود أبداً. نحن محتاجين لمركز لعلاج السرطان. اسمي عادل الجناسي من المغرب، عمري 32 سنة، مشترك عن فئة منوعات. أنا طالب في كلية الحقوق. ملي كان عندي 17 سنة العائلة ديالي مرت بظروف صعيبة، فاضطريت أساعد عائلتي يعني، وسافرت على إيطاليا. فحولت هذه التجربة لشيء إيجابي، لأن الاستسلام بيهد الراس، الواحد بده يكافح. فحبيت يعني أوصل للعالم عن طريق الفيديوهات رسالة سلام وعدم الاستسلام وكفاح ونضال. كنت نزل فيديوهات على صفحتي في الانترنت على الفيسبوك. هلا بفضل البرنامج الحمد لله راح أقدر أوصل الرسالة يعني لكثير ناس وكثير عالم. مستشار مشترك عن فئة المنوعات. كان محمود بيتار يحلم منذ صغره أن يكون ممثلاً، لكن الحرب في سوريا حالت دون ذلك، فقرر أن يختبر موهبته من خلال فيديو يصور فيه بطريقة ساخرة معاناته خلال رحلة اللجوء إلى السويد. وشجعه التفاعل الإيجابي الذي حصل عليه الفيديو بعد نشره على فيسبوك على إنتاج فيديوهات أخرى، ليصبح من أشهر نجوم وسائل التواصل الاجتماعي يترقب أعماله مئات الآلاف من المتابعين. بديت أنا بمقاطع كوميدية كانت عن تقليد باب الحارة وهالقصص هاي، والحمد لله يعني شوي شوي بلشوا الناس يتابعوا هالقصص وحبوها كتير كتير. بعدها كنت بدي سافر على السويد أوروبا، قلت لهم يلا نسافر رح صور لكم رحلتي، ومن هون بلشت كتير كتير تزيد المتابعة وتزيد الناس لأنه شافوا شيء جديد. اليوم صرنا 100,000 متابع، شكرا لكم كتير كتير. محمود يصور بكاميرا هاتفه الخلوي فيديوهات قصيرة ينقل فيها بطريقة كوميدية الصعوبات التي يواجهها اللاجئون. أنا سيريان والله سيريان. نشر بداية تسجيلات تظهر رحلته الشاقة من سوريا وتنقله بين تركيا ومصر أكثر من مرة،
قبل وصوله إلى اليونان حيث مكث نحو سنة، وبعدها توجه إلى السويد. وبعد استقراره في أوروبا أصبح يصور في فيديوهاته الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشها اللاجئون واختلافها عن تصوراتهم المسبقة، وكذلك الفروقات الحضارية والثقافية بين سوريا والسويد. الغربة عم تمشي والسنين عم تزول. الحلو كمان بأوروبا تعلمت كيف أستخدم السوشيال ميديا عن طريق الصح، هي فادتني كتير كتير. قبل كنت أستخدم السوشيال ميديا صح، كان عندي متابعين بس ما كانت صح، كنت بعترف بهذا الشيء، كان في أخطاء كتير أنه ننشر أي شيء وكذا، نستغل الأمور اللي عم تصير فور. لا في كتير قصص تعلمت منها. الضجة التي أحدثها محمود على السوشيال ميديا جذبت اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وظهر في مقابلات وتقارير أعدتها محطات تلفزيونية عدة، وانهالت عليه أيضاً عروض العمل، فطلبت منه قنوات تلفزيونية فيديوهات لعرضها في برامجها، كما عرضت عليه الأمم المتحدة تصوير فيلم عن حياة اللاجئين، وخاض تجربة في الإذاعة من خلال تقديم برنامج أسبوعي باللغة العربية على إذاعة سويدية يتناول مواضيع إخبارية ورياضية وفنية واجتماعية تهم العرب الموجودين هناك، وقد اختارته مجلة سويدية كواحد من الشخصيات 100 الأكثر تأثيراً في البلاد. أنا اخترت جمعية فريق ملهم تطوعي. هلا أنا ما يعني ما كان عندي علم كثير بالجمعيات الخيرية، بس هي الجمعية اللي كنت أنا تابعها من الأول، يعني شوف إنه شو عم يساووا، وحتى فيها عندي كانوا رفقة يعني بعرف إن أنا اشتغلوا فيها، وفعلا يعني قدموا كثير 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 أشياء. محمود بيتار الحاضر بقوة على فيسبوك وإنستغرام وتويتر حقق أيضا نجاحا ساحقا على يوتيوب، حيث شاهد الملايين فيديوهاته، وهو بات اليوم يلتقي أهم النجوم العالميين في المناسبات التي يدعى إليها، وتحول بالفعل إلى نجم بلا حدود. 5 مليون لاجئ نص مرمي على الرصيف، كله استغل الأزمة شافوني بموقف ضعيف، ما له أي مخرج تاني، بده مستقبل عادي وشوية ناس قتلت سرقت وطلبت لجوء إنسان.